ممتاز. طيب يا شباب النقطة الخامسة يقول لك الخبرة، الخبرة مهمة ولكن الشهادة أهم. الشهادة أهم، يقول لك الخبرة مهمة، الخبرة مهمة ولكن الشهادة أهم. الخبرة مهمة لكن الشهادة أهم. الشهادة أهم من الخبرة، ها الشهادة أهم من الخبرة. يا شمري ها تتفق؟ الخبرة مهمة ومطلب، بس إذا كان معك خبرة ولا معك شهادة ما راح أحد يوظفك، ما في أسس تأهلك للمكان أو الوظيفة أو الشيء المعين المطلوب فيه. بس أنا الآن أغلب قطاع الخاص زين، يجي واحد مع شهادة ثانوية وعنده خبرة مثلا مجال 6 سنوات 7 سنوات في بنوك في خدمة في ميدان في أي شيء، هذا مقدم على شخص معه ماجستير ما خدم يوم بالميدان. ممتاز. على سبيل المثال الاقتصاد أو المشتريات، شخص مبدع بالمشتريات بالشركة، يجي واحد معه بكالوريوس اقتصاد يحطونه مديره. نكون واقعيين، الشهادة دقيقة. أنت الحين اختلفت. لا أنت قبل شوي كنت متفق، الحين تغير كلامك. إيه أنا أنت متفق إن الشهادة أهم من الخبرة؟ إيه نعم متفق. متفق. طيب نبغى واحد مختلف، من المختلفين؟ بيضاء وجهك. إيه أنت كم واحد هني واحد بعد. إيه أنا ما عاد برفع. ما في خبرة بدون شهادة. لا مالك لواء، في خبرة بدون شهادة، في خبرة بدون شهادة. ما معك سلاح اللي هي شهادة. طيب الآن يعني أغلب الناجحين في التجارة تلقاهم شهادة ثانوية. خادم للذات. معها قلتها معهم شهادة ثانوية. لا 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 هو مقصد مؤهل يعني. بس استاذ علي ممكن. تتفق. الشهادة حلو، أنت لك كسبت الشهادة راح تكسب الخبرة. في مثل إنك تفتح محل بدون بضاعة. أيوة. هذا المثل. لك كسبت الشهادة راح تكسب الخبرة. طيب. كل واحدة منهم كملة للثانية. طيب لا معلش يا موسى برجع لك بعد شوي. طيب يا شباب